اعتبروني جديد على الساحة، دخلت لهذا الملعب بالخطأ. ما الذي جاء بكل هؤلاء الناس إلى مباراة دوري عادية؟ ما الذي دفع كل هذا الجمهور طوال السنوات والاتحاد بعيد عن البطولات بأن يحضر في كل مرة؟ من أين جاءوا بكل هذه القوة في الشعبية؟ من أين جاءوا بكل هذه الطاقة في التشجيع؟ الاتحاد يثبت كل يوم بأنه يملك أكثر جماهير تعشق فريقها بالفعل وليس بالكلام، بالتذاكر وليس بالأوهام. وبالحديث عن الشعبية، لا أرى غير الاتحاد في الساحة كالأقوى على الإطلاق. سأقولها وأعيدها وأزيد، إن الاتحاد وجمهوره حالة غريبة، بين الاتحاد وجمهوره علاقة حب لم يفهمها البشر، علاقة تجعل من لا يشجع التي يشعر بالإعجاب عندما يشاهد هذا المدرج ممتلئ في كل مرة. في كل مرة يثبتون بأنهم من عالم آخر، وبقية الجماهير في كفة. في كل مرة يقولون بأننا العنصر المؤثر رقم واحد في تاريخ الاتحاد، وليس هذا المدرج من جعل لاعبي الاتحاد لا يهبون أحد، وليس هذا المدرج من جعل العرب، مدرجات العرب، تتخذ منه ماركة وتقوم بتقليده. إنكم أمام مدرج كل من فيه أحسن الاختيار عندما كانوا صغارا، فتشجيع الاتحاد ليس كغيره، وعشقهم له نابع من القلب. لذلك تشاهدون جمهورا لا يعترف إلا بالحضور، وتكسير الأرقام لكي يؤكد بأنه صاحب الشعبية الأقوى عربيا بلا جدال.